السلام عليكم محبي ومشتركي قناه عقارات بلادي، واللي ما مشتركش يشترك معنا باش ما توصلوا بالجديد ان شاء الله. كاينه هاد الارض فلاحيه اللي بغات تباع، اقليم سطات اولاد سعيد، المساحه ديالها كتار، الاوراق ديالها تيتر فونسي، ومولاها باغي يبيعها ب 22 مليون القطار. 22 مليون القطار، الاوراق ديالها مزيانين مصلوحين. كاين عندنا ثاني 6 القطارات حتى هما تيتر فونسي، وكاينين في اقليم سطات ولاد سعيد، ومولاها باغي يبيعها ب 20 مليون للهكتار. واللي بغى هاد الاراضي هادو يتواصل معنا، راه الرقم كيما ديما راه غادي يكون في الوصف في العنوان. ومرحبا بكم كاملين، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة باش ديما تتواصلوا معنا بالجديد، والجديد راه كاين. ومرحبا بكم، وشكرا على الناس اللي متابعينا والناس اللي كيهتموا بينا، شكرا على الدعم ديالكم كاملين، والسلام عليكم في فرصة قادمة إن شاء الله.